صباح الخير الخوت، منو تكونوا بخير وعلى خير. بحال ديما معكم الياس ربوح في تشالنج، كلنا عارف فيديو. واليوم انتم كيف ما كتشوفوا حنا مدينه افران حدا المحطه الطرقيه بالضبط، وان شاء الله غادي نديروا واحد الجوله في مدينه افران شامله، نحاولوا نعرف. خليني من دوك لي فواياج اورغانيز اللي كتمشيو تصوروا مع السبع ومن بعد كتمشيو لميشليفن، اليوم غادي نكتشفوا الاسرار والجمال الحقيقي ديال مدينه افران كيف ما كتعرفوا مع اخوكم. هادشي اللي كاين الخوت، لا شرش على الاستسلام. المهم الخوت، في الطريق ديالي من المحطه المارشي باش نفطر شي فطور اللي هو شعبي، لقيت واحد السيد من الناس اللي كيكريو الديور، وسولته على الاثمنه بيان سور باش نبارطاجي معكم المعلومات. كاينين الديور ابتداء من 150 درهم، وغنخلي لكم النمره في الديسكريبسيون. قال لي الاسم ديالو هو الوجدي. هادشي اللي كاين الخوت، وخا ما غنباتش في دوك البلايص انا كنبارطاجيهم معكم. وما تنساوش انتم خوت لا جام لا كومونت. Just turn around and leave me. The tear in my eye drops on the floor alongside my spear. يلا وصلنا دابا للمارشي، البلاصه اللي تقدروا تاكلوا فيها تفطروا فيها ولا تغداو فيها. والحاجه اللي كاينه زوينه ان اول حاجه قريب المحطه الطاكسيه 10 دقائق، وثاني حاجه الا بغيتوا فطور شعبي بحال هذا تاكلوا البصاره غتلقاوه، وخديتها بثمن 7 دراهم. بغيتوا تاكلوا شي حاجه اللي هي غاليه راه غتلقاوها. هذا الشيء اللي كاين. عزيز عليا الحال، الله يسمح لي منه. المهم الخوت، كيف ما كتشوفوا حنا باقيين في مدينه افران، غير هي خليت الساك ديالي في المارشي باش نبقى خفيف ونقدر نتسارى بلايص كثر في مدينه افران. المهم الخوت، نهار واحد كنظن كافيكم باش تزوروا مدينه افران، من غير الناس اللي بغاو يعيشوا هذه الاجواء ديال الكالم والبيس. ولا لاحظتوا معايا افران ديال 2020 ماشي بحال افران ديال 2019 و2018. كيف ما كتشوفوا كتبان لكم مدينه فيها غير الناس والسكان ديالها. انتم راكم شتو اخوتي، ابارتمون اللي كانت اقل حاجه تقدر تكري بها في هذه المدينه السعيده اللي هي 250 درهم، ها هي عند داك السيد اللي قلت لكم الوجدي غير بثمن ديال 150 درهم. غيكونوا دي زابارتمون اللي هما غلا، ولكن راكم عارفين غتكون شي حاجه اللي هي دولوكس. ها انتم كتشوفوا المعيشه في افرانيه هذه رخيصه، ترونسبور غنهضر لكم عليه من بعد. ودابا نمشيو نشوفوا واحد السبع اللي تا هو ما بعيدش على المارشي اللي كيمشيو يتصوروا مع الناس. كنظن كاين فهاد الشارع ديريكت. المهم الخوش، بعد ما سالينا الجوله ديالنا الصغيره في المارشي وفي البلاصه اللي كيكون فيها السبع اللي معروف في افران، اليوم غنمشيو للعين فيطال. وانا بحالي بحالكم هاد المره، اول مره غنشوف هاد عين فيطال. كيف ما كتشوفوا هذه الدخله ديالها، حيت الصراحه كنت كنجي غير مع دي فواياج اورغانيزي، وراكم عارفين السفر اللي هو منظم داكشي ديال فواياج اورغانيزي. كنا كنمشيو للسبع كنمشيو ناكلو في المارشي، موراها كنمشيو للميشليفن كنديرو السكي، وابخي كنا ديريكتومون كنرجعو للقنيطره. هذه فرصه زوينه ديال انني جيت لبوحدي باش نشوف عين فيطال، وماشي زعما كان عندي شي مشكل مع لي زاجونس دو فواياج. انا الحلم ديالي هي ندير شركه السفر، ولكن ملي كتكون مسافر بوحدك كتلقى واحد الحريه كثر. الا ان شاء الله درت شي كونسيبت ديال شركه السفر، غيكون شي كونسيبت بحال هكا اللي كتخلي فيه الحريه انك تشوف بلايص اخرين. ما عرف هادشي ما نقدر نوصل لهم لهنا حتى 2025، 5 سنين من دابا عاد تكون عندي شركه ديالي. دابا اخوكم باقي كنتقاتل من الزيرو دروات اكوش حتى نوصلوا لكم هاد المعلومات اللي كاينين في هاد البلاد، وحتى انا نزيد نعرف هاد البلايص زوينين. درتي شي حاجه ديالك كتكون انت عارف البلاصه اللي فيها، تكون انت عارف البلايص وعارف داكشي الزوين اللي كاين في بلادك ولا في برا بلادك، كتقدر تعطي الناس واحد السيرفيس اللي زوين. حيت الاغلبيه ديال الناس غير اصحاب رؤوس الاموال، ما كنظنش كاع واش مسافرين.
المهم الخوت سمحوا لي ما قلتش لكم واحد الحاجه حيت انا ما كنتش عارفها. يلا تلاقيت واحد السيد دابا سولته قلت له واش هذه هي العين ولا غير غابه سميتها عين فيتال، قال لي لا راه العين بعيده 3 كيلومتر ولا بغيت حتى نمشي لواحد البلاصه اخرى سميتها مولاي بوسلهام ولا عبد السلهام، انا غنمشي نكتشفها ان شاء الله الا قدني الوقت حيت خليت الساك ديالي في المارشي ونوريكم هاد البلايص كاملين اللي انا اول مره كنكتشف. المهم العائله بعد عناء ديال الطريق اخيرا وصلنا لهذه الزاويه ديال عبد السلام. كيف ما كتشوفوا واحد الفيلاج اللي كالم، لا وحشه يسير لا طايره يطيح، وغادي نصوروا لكم ان شاء الله الزاويه وكذلك المناطق الطبيعيه اللي كاينين هنا. وهذه البلاصه ملي كنت سولت الناس اللي ساكنين هنايا قالوا لي بلي راه مسموح في هذا التخييم. شوف اخوتي المناظر، يا سلام مناظر الصراحة ولا اروع. المهم الخوت فلالي راكم شتو 8 كيلومتر دازت غير بالضحك واللعب ولا مارش الرجور مولا ربي، والله حتى مولا ربي البرد بدا كيتحرك راه تقدروا تسمعوه من الكاميرا. المهم كيف ما وعدناكم العائله هذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون استثنائي. هزني واحد السيد اوتوستوب من البلاصه اللي كنت فيها ديال زاويه عبد السلام وعاود لي واحد القصه اللي مثيره بزاف، ان افران كانت الاصل ديالها هي مغاره غيران، وكانوا الناس راكم عارفين قبل الحضاره والتكنولوجيا كانوا كيسكنوا في الغيران، وجا واحد السيد كان جا من المشرق اللي سميتو سيدي عبد السلام، هو اللي جات انستالي هنايا في هاد البلاصه راه قدم من افران بمئات السنوات. كيف ما قلت لكم هاد الشيء راه ملي كانت الناس كيجيو من المشرق ومن دول ديال اسيا باش يجيو باش يجيو لهاد المنطقه، وافران راكم نتوما كتعرفوا راه هي جديده العهد تصايبات من طرف الاستعمار الفرنسي. المهم اي معلومه اخوتي غنحاولوا نبارطاجيوها معكم، وافران ديالها تستحق الزياره.